ماليش ان انا اقول ايه انا مطرب الفئة الشبابية. لا هي اكل المفروض. لا مش مفروض، انا عايز الواقع ايه المفروض. بس طبعا بس مصر. اسمعهم. تفتكر ايه علي حميدة؟ افتكر لا المفروض افتكر لولاكي يعني. لولاكي بتعرف ايه الكلام؟ انا ما واحد من الناس، انا حافظ كويس قوي، فانا بقول لي اي حاجه حافظها. امال ليه لما بسمعنا لولاكي بفتكر بس المذهب الاول، هو لولاكي لولاكي ما حبينا. ما بعرفش بقيه الكلام ليه. انا برضو ليا وجهه نظر في الموضوع ده. يعني ساعدني عشان افهم. انا يعني مش عارف، انا شايف ان لولاكي دي اغنيه كويسه جدا جدا جدا. ولو قسناها بمقاييس وفعلا، وانا عايز حد زي ما بيحللوا اغاني كتير، زي ما حللوا اغنيه الموسيقار محمد عبد الوهاب، من العظماء دول يمسك اغنيه ويحللها تحليل، هيلاقي ان هي فعلا اغنيه مش بطاله. بلاش اقول كويسه، مش بطاله. اذا كانت ميال ولا اذا كانت لولاكي ولا اذا كانت اغاني تانية. شرقي، هم كان الهجوم كله على علي حميده. بس معرفش ليه. طيب 100 من زملائك بيعمل زيك؟ المفروض ان يعملوا زي، انا ما دخلتش جوه كل واحد فيهم. اصل انا ايه، مش لا عايز جيلك، خليني اقول جيلك بقى. جيلي ما دخلتش يعني. جيلي مثلا ممكن نلاقي محمد فؤاد وعلي حميده وحميد الشاعري وعلي عبد الخالق ومحمد وعماد حد صالح، ده جيل. ده جيل يمكن. ده جيل ما اعرفش اذا كان دول جيلي ولا لا. بس مين انجح واحد في دول في الكاسات؟ كلهم نجحوا في وقت معين. يعني ايمان البحر، وهو برضو يعتبر من جيلنا وهو راجل كويس قوي، نجح في وقت معين. يعني عمل ضربه في وقت معين. محمد فؤاد عمل ضربه في وقت معين، علي حميد عمل ضربه، علي ابو الخليل، كلهم نجحوا في الكاسيت. بس انا بقول انا مش داخل جواهم عشان اعرف هم بيخططوا ازاي، عشان كده اقدر اقول الجيل بيقول ايه. لا انا بتكلم عن نفسي على اساس انا برضو من الجيل. لو كنت فارضني من طب انا مش عارف. ما هو مش عارف، لان ما في حاجه اسمها يعني ايه، ان حضرتك برضو زي ما بتسمع مثلا اي حد تيجي مثلا من باب العلم بالشيء، بتفتح الكاسيت بتسمع، بتعجبك اغنيه ما مش ما حتى لو ما يعني من باب الفضول، وتشوف مين اللي ملحن، مين استاذ عمرو. ما انا بسمعك وانت بتغني ميال. انت بتبسطني لكن لا تطربني. ما هو برضو انا مش مفروض. وانا بكلمك بامانه كمين، هل يعني انت متخيل انك انت ستطرب الناس؟ مش مفروض ان انا حاطط في دماغي ان اطرب حضرتك واطرب ده واطرب ده. افرض حضرتك ما عجبت، مش انا مش عاجبك. انا عايز اقول ان فنك فن غناء وليس فن طرب. التطريب امر اخر. جميل، صح مش كده؟ التطريب امر اخر. ومجموعه الشبان الحاليين يسمعهم الناس ربما بايديهم وبارجلهم وليس باذنهم. هو ده افترا شويه. معلش افترا ليه؟ لا هو ده افترا شويه. لا خليك معايا. افترا ليه؟ اقول ليه؟ لان مجموعه الشباب. هل انا بسمع عمرو دياب او علاء عبد الخالق او محمد فؤاد؟ انت بتقول الجيل ده. الجيل ده، هل تعتقد ان انا بقعد على كرسي واستمتع بهذا الغناء؟ هم مش عايزين ده. امال عايزين ايه؟ هم مش عايزين. شوف بقى، معلش اتفضل. هم مش عايزين انك حضرتك تفضل تقعد وتقعد تسمع. عايز اقوم ارقص؟ مش تقوم ترقص. امال ايه؟ لازم مشاركه. هم مشاركه بمعنى ايه؟ باي حاجه. ازاي؟ تسقف. تعمل يعني حته انك قاعد كده. والله الله الله الله. لا ده انت بتسخر من الفن القديم. لا انا بقول هم مش عايزين. بتعتبر ان انا لما اقول لام كلثوم الله او لفيروز الله؟ لا 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 ده يعتبر نوع من الذكريات. ما تدخلنيش في الموضوع ده، لان هو ده مش قصدي خالص. انا قصدي ان هم لهم وجهه نظر، ان هو المطرب بيطلع له وجهه نظر معينه. في مطرب بيطلع عشان تسمعه، عشان تعرف ازاي هو بيجود وازاي هو بيقدر يقول. وفي مطرب بيبقى طالع علشان تنبسط. اذا انتوا اغاني لفتره وتمضي. ما هنا زي ما قال جمال سلامه. قال ايه؟ قال انه هؤلاء الشبان بيطلعوا اغاني يصح تعيش اسبوع، يصح تعيش شهر وتمضي. قلت له يقدروا يقولوا جبار؟ قال لي لا، مش هم بتوع جبار.